نكمل طلاب الليكتشر 5. عندنا الفاكتور الثاني هو الاكسيديشن ستيت اوف ذا ترانزيشن ميتال، هي حاله الاكسده. طبعا حاله الاكسده بشكل مختصر انه كل ما تزداد حاله الاكسده كل ما السبليتنج يزداد، يعني الانفصال الاوربيتالات يزداد، فمعناها الدلتا اي راح تزداد. فاذا اللي دا يصير عندي أنا يعني من تزداد حالة الأكسدة مثل هنا، إذا قارنا دول الاثنين، هذا عنده زائد 2 وهنا عنده زائد 3، مع التشابه بكل شيء، يعني البقية اللي هو الليجند نفسه، الكوردينيشن نمبر هو نفسه، الميتال نفسه، فقط حالة الأكسدة هي اللي مختلفة. فهنا الزائد 3 هي الأعلى، وهي اللي تنطي أكثر سبليتنج للانفصال أوربيتالات الدي، فمعناها تنطي القيمة الأعلى من الدلتا اي. هنا طبعا كل ما تكون حالة الأكسدة أعلى كل ما يصير يعني جذب للليجند أكثر. الميتال لما تكون عند حالة الأكسدة عالية يجذب الليجند بشكل أقوى، فرح يصير السبليتنج عندي عالي. هنا طبعا إذا تنتبهون على دلتا أو الأو، هنا المقصود بها للأكتهيدرال، لأن هنا أنا عندي الكوردينيشن نمبر إذا تنتبهون عليه هو 6. لما يكون عندي الكوردينيشن نمبر 6 فهو أكتهيدرال، ولما يكون عندي 4 هو أما تتراهيدرال أو سكوير بلانر حسب طبيعة الليجند اللي موجود. الفاكتور الثالث هو الكوردينيشن نمبر اوف ذا ايون، اللي هو ينطيني الجيومتري مالته. طبعا السبليتنج بالاوكتاهيدرال راح يكون اكثر، يعني هنا سبليتنج از جريتر اف ذا ايون از اوكتاهيدرال ذان اف ات از تتراهيدرال، يعني راح يكون اكثر مما لو كان تتراهيدرال. فعندي بالمقارنه هنا مثلا هذا سداسي تناسق معناها أكتهيدرال، وهذا رباعي تناسق هنا حسب هذا الليجند فهو تتراهيدرال. هذولا هذا راح يكون أعلى، الدلتا إي مالته راح تكون أكبر بسبب إنه الكوردينيشن نمبر مالته أكبر. لأن أنا من أجي أنتبه على البقية هي كلها متشابهة، الميتال متشابه، عندي الليجند هنا هذا ضعيف وهذا ضعيف، اثنينهم ليجندات ضعيفة، حالة الأكسدة متساوية، فقط عندي الكوردينيشن نمبر مختلف. طبعا هنا ملاحظة طلاب تنتبهون إلى أنه إذا كانت الليجند متعادلة فحالة الأكسدة الموجودة هي لمن تعود؟ تعود إلى الميتال. أما إذا كان الليجند سالب فمعناها لازم تسوون تحسمون الشحنة مالت الكوبالت مالت الميتال، لأن هنا أنا عندي هذا ناقص 4، فمعناها هذا راح يكون زائد 2 حتى النت مالت تشارج يطلع عندي ناقص 2. يعني انت تسموها وسطين بطرفين وتطلعون حالة الأكسدة للميتال، هذا إذا كان الليجند مشحون بشحنة سالب، أما المتعادل فهو الشحنة نفسها تعود إلى الميتال. إذا معناها أنا عندي بالأكتهيدرال هنا هو أعلى الدلتا إي مالته من التتراهيدرال. نسبة ياهو الأكثر، النسبة هو طبعا للأكتهيدرال، يعني الدلتا تي، التي المقصود بي تتراهيدرال يساوي 4/9 من الأكتهيدرال، 4/9 من الأكتهيدرال. نجي إلى الفاكتور الرابع هو size of the metal cation. هنا طلاب المقصود بالسايز هو يعني الدي مالته، لما يكون عندي أنا 3 سلاسل، السلسلة الأولى هي 3D، بعدين عندي 4D، بعدين عندي 5D، كل ما ننزل إلى الأسفل راح يكون عندي يكبر الحجم، راح نقول راح يكبر الحجم. فمن يكبر الحجم معناها ده يقترب أكثر من الميتال، يقترب أكثر من الميتال. فإذا كل ما أنزل إلى الأسفل وكل ما تزداد عندي الدي، يعني هنا الـ 5D مثلا اللي هي السلسلة الانتقالية الثالثة، راح يكون عندي قيمة الدلتا اي أعلى. إذا أخذ مثال عليها مثلا ناخذ دول الثلاثة، أنا عندي أباوع الليجند هو نفسه بثلاثتهم هو أمونيا، الكوردينيشن نمبر نفسه 6 بثلاثتهم،
حالة الأكسدة كلهم زائد 3، الفرق عندي وين؟ بيكون بالأيون اللي هو الكوبالت الثلاثي، الروديوم الثلاثي، الإريديوم الثلاثي. الآن شلون تزداد الدلتا إي؟ وين تكون الدلتا إي أكثر؟ تكون بالفايف دي، يعني نزولا إلى الأسفل. هنا هاي الثري دي وهذا فور دي وهذا الفايف دي. إذا تسوون الترتيب الإلكتروني مال كوبالت عنده 3D بينما الروديوم عنده 4D وهنا عنده 5D، فهذا هو الأعلى. increased value of delta increased size of the orbitals، لأنه كبر الحجم إله. طبعا هذا أكتهيدرال. ليش أكتهيدرال؟ لأن سداسي تناسق. وليش diamagnetic؟ الدايماجنتيك معناها الإلكترونات كلها مزدوجة، لأن عندي الليجند هو قوي المجال، وبما أنه هو قوي المجال شو يسوي؟ رح يضغط الإلكترونات، فبالنتيجة ينتج عندي دايماجنتيك. التهجين مالته رح يكون D2SP3، وأنتوا هاي ماخذيها بالمرحلة الأولى. أنكو عندي سداسي تناسق، ممكن يكون D2SP3 أو SP3D2 حسب الليجند. إذا كان قوي فهو D2SP3 ليجند ضاغط، وإذا كان ضعيف رح يكون SP3D2. يسموها الـ inner والـ outer orbital complexes. هذا يسموه هنا inner يعني الداخلي أخذ، فـ D2SP3. إذا أخذنا مثال آخر، مثلا هذول الثلاثة، فأجي هنا أشوف أنه عندي النيكل هو ضمن الـ 3D، بس دول الاثنين اثنينهم هم بلاتين، فإذا هذا رأسا أقول هذا أضعفهم. نجي إلى المقارنة ما بين الاثنين. الآن البلاتين هنا عنده كلورايد وهنا عنده CN، فالCN هي الليجند الأقوى، الCN هي أقوى من الكلورايد، برغم أنه عندي حالة أنه الكلورايد بال5D يعني الليجندات الضعيفة وأكثرهم هو الكلورايد يغير من طبيعته، يعني مع ال5D بدل أن يكون ضعيف راح يكون قوي، لكن ما يصير أقوى من الليجند اللي هو بالأساس هو قوي. فإذا الآن بالبداية قلنا هذا ضعيف بسبب أنه هذا 3D، بقى منافسة ما بين ذول الاثنين، هذول هذا الليجند ضعيف بينما هذا الليجند أقوى، فنجي نرتبهم على هذا الأساس. هنا راح يكون عندي الـ inner orbital complexes اللي هو DSP2. DSP2 بالنسبة إلى هذه، لأن الليجندات هنا تكون قوية وأيضا يكون عندي مطول قوية، يصير انضغاط الإلكترونات، فمعناها راح تنطيني diamagnetic square planar complexes. diamagnetic square planar، التهجين للـ DSP2 هو square planar، أما إذا كان تيتراهيدرال فهو SP3. نجي الآن إذا عندي مثلا أمثلة على الترتيب الإلكتروني، مثلا عندي COCl4-2، هنا أنا أجي أسوي التهجين مالتها، ترتيب إلكتروني والتهجين لي قدام، أشوف أنه عندي ليجند هنا أنا مشحون بشحنة سالبة، فأحسب حالة الأكسدة للكوبالت فيطلع عندي هنا زائد 2. أخلي أوربيتالات الدي الخمسة وأوزع الإلكترونات، لأن الكوبالت هو 27، فتسوي ترتيب الإلكتروني 3D و4S 4S2 3D 7، وأفقد الاثنين فرح يكون عندي 3D 7، وأخلي الإلكترونات هنا. الآن عندي 4S فارغ وال4P فارغ، راح تجي الليجند اللي هي الكلورايد.